وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قوم من بني أسد كانوا يعيشون في الصحراء، أصيبوا بالجدب، منعت السماء المطر عنهم، فاضطروا لدخول المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عيالهم وأثقالهم. جاءوا إلى المدينة وملأوا كما يقول المؤرخون طرقاتها وأغلوا أسعارها، يبدو أن عددهم لم يكن قليلا. سمعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من قبل الله عز وجل، وأنه ينفق على الفقراء والمساكين، فجاءوا إليه صلى الله عليه وآله وأعلنوا إسلامهم، ثم طالبوا النبي بالصدقات بما يساوي غيرهم من المؤمنين والمسلمين الذين كانوا حول رسول الله ومعه. أعلنوا أنهم مؤمنون. هنا نزلت الآية الشريفة: قالت الأعراب. والأعراب يعني أولئك الذين يعيشون في الصحراء وفي العادة لا يلتزمون بدين ولا بقيم ولا بمثل، ولا تحكمهم قواعد وأصول مدنية. الأعراب كلمة لا تعني من يتكلم العربية، أي العرب، إنما الذين يعيشون في الصحراء ويتنقلون من مكان إلى مكان في الصحراء، وهم موجودون حتى في عصرنا الحاضر، وفي العادة ليست لهم قواعد وأصول ولا يندمجون مع المجتمعات التي يعيشون حولها. هؤلاء هم الأعراب. هؤلاء جاءوا وادعوا فوق ما هم عليه، هم أظهروا الإسلام وتشهدوا بالشهادتين، لكن طالبوا بأعلى الحقوق التي كانت تعطى للمؤمنين حقا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الإسلام والإيمان هل يختلفان؟ هل أن الإسلام مرحلة الأولى ثم تأتي مرحلة الإيمان؟ أم يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام والإيمان في وقت واحد؟ هؤلاء أظهروا الشهادتين، وربما كانوا يجتمعون مع النبي في الجمعة والجماعة أيضا، فلماذا كان على النبي أن يقول لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ جدلية الإسلام والإيمان جدلية لا بد من فهمها وتوضيحها. ذلك أن هنالك واقع وأن هنالك حقيقة، أحيانا يكون هنالك فاصل بين الواقع والحقيقة. واقع الأمر أن هؤلاء كانوا ودخلوا في المجتمع الإسلامي الذي كان حول رسول الله في يثرب المدينة المنورة، لكن الحقيقة لم تكن كذلك تماما. كما أن هنالك في جميع الديانات بل
وتحت ظل القوانين الوضعية أحيانا نجد أن هنالك من يلتزم بهذا القانون، لكن يلتزم مجبرا أخاك لا بطل كما يقول المثل، لأنه يريد يعيش في هذه المدينة، لأنه يريد يحصل على خيراته، فهو يعلن بأنه يلتزم بالقوانين، لكن في قرارة نفسه ما ملتزم. وين تبين النتيجة والفارق؟ يبين الفارق يوم اللي ما في على رأسه قانون ولا رقابة ولا من يحاسبه، فهو يكسر 1000 قانون ما يلتزم بهذه القوانين. لكن اللي آمن إيمان حقيقي، مو مهم عنده الناس يشوفوه ما يشوفوه، عليه رقابة ما عليه رقابة، يحصل على مصلحة ما يحصل على مصلحة، هذا مو مهم عنده. الواقع أن من يظهر أمرا فهو داخل فيه، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحقيقة كذلك. أمام جميع الرسالات وأمام جميع الرسل كان الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم الذين يكفرون بهم ما يؤمن، وقسم الذين يظهرون إيمانهم. الذين لا يؤمنون بهم وهم الكفار ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: أولئك الذين يحاربون هذا الدين ويقاتلون هذا النبي، وأولئك الذين لا يؤمنون ولا يقاتلونه. يعني الذين يحاربون والذين هم محايدون، كافر ما آمن بس ما عنده شغل بالنبي. في قسم من الآيات القرآنية الشريفة تطالب الكفار بأن يكونوا على حياة أقل التقدير: لكم دينكم ولي الدين، خلوني أنا أريد أصلي عند الكعبة، أتلو القرآن عند الكعبة، بعض الناس يؤمنون بي، خليهم، ليش تحاربهم؟ أنت تقول هذا منطق طبيعي سليم ممتاز جيد والعقل يقبل بي، لا تؤمن لا تؤمن أهلا وسهلا. إلى الآن تجد أن هنالك حكومات ودول تحارب من يؤمن بأهل البيت كمذهب وكطريقة لكسب رضا الله، ويحاربوهم. يا عمي خليك أنت، ليش تحاربني؟ يعني هؤلاء الذين عن قناعة يدخلون في دين ما في مذهب ما، الواجب تجاههم إما أن نقنعهم إذا اختلفنا معهم أو نتركهم، ليش إجبارهم؟ إذن أمام الرسالات الذين كفروا انقسموا إلى قسمين: أولئك الذين حاربوا وأولئك الذين حايدوا. أما الذين دخلوا في الظاهر في هذا الدين وقبلوا بتلك الرسالة فهم ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم يؤمنون حقيقة، بينهم وبين أنفسهم ملتزمون بما جاء به هذا الرسول وبما جاءت به هذه الرسالة. قسم الثاني المنافقون، أولئك الذين يعملون ضد هذا الدين، وإذا استطاعوا أن يقتلوا حتى المسلمين ما عندهم مانع، لكن يتظاهرون بالإسلام. يعني في واقع الأمر يحاربون هذا الدين بطريقة أو أخرى، لكن في المظهر هم يؤمنون. يعني هذا مثل ذاك الكافر المحارب، بس هذا مظهر إسلام. لما تجي إلى نتيجة أعماله وتسوي جرد لحساب مواقفه تشوف هذه المواقف كانت تضر بهذا الدين، مع أنه كان يرفع شعار الدين وكان يتظاهر بأنه مع هذا الرسول. هذا المنافق. قسم آخر لا يؤمن، يؤمن بهذا الدين في بعض المظاهر، لكن ما مستعد كل شيء يتحمله، يضحي بماله لا،
يضحي بنفسه؟ لا طبعا، الله عز وجل لا يريد منا دائما التضحيات، إلا أنه إذا وصل الأمر إلى حالة من التضاد والتناقض والصدام مع الطرف الآخر، مفروض المؤمن يقف ويدافع عن دينه. إذا طولب المؤمن بأمر حتى في خلاف مصلحته المفروض يطبقه، مو أنه أنا مستعد أكون مؤمن ومسلم ما دام مصالحي مؤمنة، لكن إذا طلب مني أن أتنازل عن مصلحة من المصالح فأنا ما مستعد. قارون كان من قوم موسى ومن أقرباء موسى سلام الله على نبينا وعلى موسى وعلى آل نبينا، كان من قوم موسى وكان مع موسى في كل مواقف موسى وفي طلعته من مصر. حينما طالبه الله عز وجل وطالب بقية المؤمنين بأن ينفقوا، لأن الإيمان جزء من عنده إنفاق مثل ما جزء من عنده صلاة، أن تعطي، تعطي من نفسك، تعطي من وقتك، تعطي من مالك، إنفاق، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. شاف هذا مو في مصلحته، مع أنه كان ملياردير حسب تعبيرنا اليوم، لكن المليارديرية عادة قلوبهم تتعلق بأموالهم أكثر من الفقراء. الفقير إذا ما عنده إلا دينار واحد يقول هذه هم بلاها، هالدينار ما أنفق في سبيل الله. لكن الغني يتعلق قلبه بآخر دينار عنده، بعد ما يطالع ايش قد عنده دنانير، ما إن مفاتحه، هل قد كان عنده مخازن لما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي قوة، مفاتيح كانوا أشخاص أقوياء حسب تعبيرنا اليوم المعاصر الرياضيين، عضلات مفتولة بالقوة يشيلون مفاتيح مخازن الأموال والأملاك اللي كانت عند قارون، لكن ما مستعد يروح للأخير. هالمقدار بقولة واحد قال أنا أريد من الإسلام بس شرفة، يعني أنا أستفيد من عنده، مثل ما كثير من الناس يريدون الإيمان بالله بشرط أن الله ينفعهم، أو بعبارة أخرى بدل أن يطيعوا الله يريدون الله أن يطيعهم، ويعاتبون الله إذا ما أطاعهم، إذا طلبوا شيء من الله ما أطاعهم ليش ما أطيعهم، حاسبون رب العالم. الإيمان حينما تؤمن بأن لك رب هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك وجودك بيده ومستقبلك عنده ومصيرك يمه، يوم اللي يطلب من عندك شو يقول له؟ اهلا وسهلا، حتى لما يعطيك ثواب انت مملوك عنده، يتصرف بك كما يريد، بس لانك مختار لا يجبرك على شيء. الان ما في داخل قلبك، رئتك، اعضائك، هيدا تشتغل بدون اجازتك، يعني هل القلب تشتغل اذا رادت؟ لا، بس يوم اللي يرجع إلى عملك ومواقفك وعلاقاتك هنا أنت مختار أن تعمل أو لا تعمل. رب العالمين يقدر يجبرك؟ لو أن الله شاء أن الناس يكونوا مؤمنين يصيرون مؤمنين بالإجبار، بس ما يريد، يريدك الطيعة بدون ما يكون عندك مصلحة في الإطاعة، بل بخلاف مصلحتك. هذا هو الامتحان الحقيقي وهذا هو الإيمان. إذا عندنا ثلاث أصناف من الناس الذين يظهرون الإيمان وهم المؤمنون حقا، والمنافقون وهم الكافرون حقا المتظاهرون بالإيمان، والمؤمنون الذين يتظاهرون بالإيمان والإسلام بمقدار معين، يعني بمقدار القانون يمكن يطبقه، مقدار معين حد الأدنى أيضا يعمل به، لكن مو أكثر من هذا. السؤال اللي طرحناه، هل يمكن أو هل يجب أن أحدنا لو دخل في دين، ولنقل الإسلام وهو الذي نحن مكلفون به، ندخل في الإسلام وفي الإيمان في وقت واحد، أو أن الإسلام مقدم للإيمان مرحلتين؟ في عهد النبي كانوا من النوعين، نوع اللي إذا دخل في الدين يلتزم به كلية مرة واحدة، النبي جالس في مسجده المبارك
فنزل عليه الوحي جبرائيل وأنفقوا في سبيل الله. واحد من الحاضرين قام طلع برا، راح بعد مدة رجع قام يسأل جالسين بقية الآية شنو؟ قالوا شكو عندك طلعت برا؟ قال مو الأمر إجا أنفق، وأنا كان عندي بستان رحت أنفقته في سبيل الله، إجيت أريد بقية الآية أسمع شنو. خلاص الآية نزلت أنفقه، هذا ما يسوي له مرحلتين وخلي أشوف وإي أو لا. حينما يأمره الله وأن إلى ربك المنتهى، الله قايل خلص هذا صحيح، ما في مجال للنقاش. يعني خلي أضرب لك مثال بسيط، أنت موظف، ما أقول عبد، موظف في شركة، مسؤول الشركة جاءك اليوم وأعطاك مجموعة أوراق، قال رتب هاي الأوراق، اتصل بهذا الشخص مثلا، افعل كذا لا تفعل كذا، مباشرة تقوم بهذه الأعمال للموظف عنده، ولا رأس الشهر ما يعطيك الراتب، أنت عبد لله. وهذا معنى العبودية الحقيقية ومعنى التسليم، مسلم أمرك إي لا لا بلا نقاش. ما دام الأصول عندك ثابتة، نقول بلا نقاش، مو يعني واحد ما يجي يسأل، ما يجي يستفهم، ما يريد يعرف، لكن الأصول عنده ثابتة، تذهب إلى الطبيب فيعطيك دواء معين ما تناقشه، لأنه أنت مسلم أمرك إليه وتعرف أنه طبيب وحاذق ويريد مصلحتك. زين، هذا الإيمان الذي هو مطلوب بالنسبة إلى بعض الناس مرحلتين، يعني مو مرة واحدة يدخل، يجي يدخل في الإسلام يواش واش يقتنع بأنه فعلا لازم نعمل بكل الإسلام في داخل قلوبنا، مسلمين أمرنا، فتصير عنده مرحلتين. الأئمة سلام الله عليهم جميل شرحوا الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن نحن نعتقد كما يعتقد الأئمة، باعتقاد الأئمة نعتقد أن هنالك مسلمون ولكنهم غير مؤمنين، وأن هنالك مؤمنون حقا فهم مسلمون أيضا. الأئمة يضربون أمثال، يقول لك افترض الإسلام دار والكفر دار والإيمان دار، دار الإيمان داخل في دار الإسلام، لكن دار الإسلام مو داخل في دار الإيمان. والمثال الذي يضربونه الكعبة، الكعبة في المسجد الحرام، فإذا دخلت أنت في الكعبة فأنت في داخل الكعبة وفي داخل المسجد الحرام، لكن إذا دخلت في المسجد الحرام ولم تدخل الكعبة فأنت في المسجد الحرام ولست في الكعبة. تقول شنو الفرق؟ يعني فرق هواية كبير. وهذا المثال أيضا الأئمة يضربوه، لو أن رجلا جاء إلى داخل الكعبة ونجس الكعبة، لكن مو عمدا، طلعوه برا يقولوا في المسجد الحرام طهر نفسك، بس اطلع اطلع من الكعبة طهر نفسك، الكعبة قدسيتها أكثر من المسجد الحرام، غسل نفسك في داخل المسجد مو مشكلة. ولو أن أحدا عمدا بال في المسجد يعذر، لكن لو أن أحدا بال يعني أهان الكعبة المشرفة فهو يقتل داخل الكعبة. أحكام كثيرة مختلفة فيما يرتبط بالإسلام أو بالإيمان. يقول الأئمة أيضا أن من يكون مؤمنا حقا لو ارتكب الكبيرة من الذنوب خرج من دار الإيمان لكن بقي في دار الإسلام، إلا إذا أحل الحرام وحلل حرم الحلال وأحل الحرام، يعني تمرد على كل الدين، هذا خلاص طلع من دار الإسلام والإيمان دخل في دار الكفر. المطلوب هو الإيمان، الإيمان هو الأساس. ربنا أرسل أنبياءه لا لكي يتظاهروا بالالتزام بالدين ويتظاهروا بالالتزام بالقيم والمثل ويتظاهروا بالالتزام بالقوانين فقط، إنما أن يكونوا حقا. لماذا؟
لأن الثواب يوم القيامة مداره الإيمان. يعني إذا واحد أسلم وقال الشهادتين بالدنيا يحصل مصالح، نعم، يحقن دمه، يمكن الزواج مع بناته ما دام أعلن الإسلام، ذبيحة حلال، محصل مصالح في هذه الدنيا بمقدار معين. بعد يوم القيامة ما عنده شيء، ما كان مؤمن حقا. الله يريد حقا، يريد حقيقة، مو يريد بالتظاهر بالحقيقة. في العالم كله نستطيع أن نصنف الناس اليوم بهذه التصنيفات التي ذكرتها. كافرون نوعين، المحايدون أو المحاربون، مؤمنون ثلاثة أنواع، الذين آمنوا حقا وفي الواقع وفي الحقيقة، والذين آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن وعملوا في هدم الدين واقعا، مواقفهم أدت إلى هدم الدين، إلى إبعاد الناس من الدين، هذا يعتبر منافق مهما تظاهر بالدين. وأولئك الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا. هنا الإسلام يعلمنا في شغلة، يقول إذا واحد ادعى ما ليس له لازم توقف قدامه فورا. ربنا يقول قل لم تؤمنوا، ما آمنت، ولكن قولوا أسلمنا، هالمقدار اللي قلته من الظاهر راح نقبله من عندكم. وكان النبي مكلفا بأن يقبل من الناس ما أظهروه، ما عنده شغل في قلوب الناس، قلوب الناس بينهم بين ربهم، لا يحاسب الناس على ما في قلوبهم. حينما أرسل النبي خالد بن وليد في إحدى الغزوات، وذلك الرجل الذي حاربه خالد أعلن إسلامه تحت بريق السيف، لكن خالد ما أمهله وقتله، ثم ذكر للنبي أنه أنا قتلته، مع أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. النبي قال ليش؟ قال تحت خوف السيف أعلن إسلامه. قال وهل شققت قلبه؟ منين تدري؟ لعله في قلبه هو مؤمن. احنا مو مكلفين بقلوب الناس، ولا نحاسب الناس على نياتهم، احنا البشر، رب العالمين نعم يحاسب الناس على نياتهم ويثيبهم على نياتهم ويعاقبهم على نياتهم، على النية، بس احنا البشر ما مكلفين بالنيات، نحن مكلفون بالظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مكلف بالظاهر. قل لم تؤمنوا، وهذه قضية، أنه تقول إذا واحد أجد ادعاء مو تقبل من عنده، إذا تعرف أن هذا ادعاء مو صحيح لازم توقف قدام، مو أي ادعاء نقبله. لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، نعم أنتوا أسلمت، دخلتم في البيت الكبير، ما دخلتوا في هذا البيت اللي في الوسط، ما وصلتوا إلى القمة، دخلت المسجد الحرام نعم، لكن الكعبة بعدك ما دخلت. بعدين رب العالمين يفتح الباب أمامهم، أولا يقول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني احتمال أن الإيمان يدخل، اسعوه، حاول، ترى هذا بجهدك توصل إلى الإسلام، هو تغيير في الظاهر، والإيمان هو انقلاب داخلي، تغيير داخلي حقيقي في واقع مؤمن بالله. الآن مصلحته بكرة تكون مخالفة لإيمانه، يضرب مصلحته عرض الحائط، أصلا يضرب أبيه وأمه وزوجته وأولاده ونفسه عرض الحائط في سبيل الله، لأن الله أكبر إذا أمره الله بأن يضحي بأبيه وبأمه لازم يضحي، طبيعي هذا، لأن ما حل يمكن يكون في مكان رب العالمين حتى أنت تقدم رضاه على رضا رب العالمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ربنا بالنسبة إلى قضية موسى بن عمران الذين عبدوا العجل، أمرهم أنه التوبة مالتكم
أنه اقتلوا أنفسكم، لازم يوم ثاني كلكم تجون ومغطين وجوهكم بس عيونكم طالعة وما حد يعرف الثاني، وتشيلون السيوف وتطيحون ببعضكم، بعضكم يقتل بعضا. هذه هي التوبة. يعني بعد كل الآيات التي أعطاها للنبي موسى، بعد المعاجز التي رأوها، بعد أن خلصهم الله من فرعون وأغرق عدوهم فرعون وأورثهم الأرض، بمجرد ما موسى راح 30 ليلة وأتممناها ب20 شوية تعطل، قاموا يعبدون العجل. الله قال توبتكم أن تقتلوا أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا. طبعا بعدين رب العالمين عفى عنهم، وهذا ما حدث، يعني ما قتل أحد منهم الآخر. لكن لو كان يحدث، لعل الابن كان يقتل أبوه، لعل الأبو كان يقتل ابنه، ما يعفو بعضهم، وإنما يقتل بعضهم بعضا. حتى أن موسى بن عمران قال يا رب هؤلاء الذين عبدوا العجل 40,000 60,000 ما عبدوا، حتى هذول لازم واحد يعني يطيحون ببعض؟ قال لأنهم سكتوا. هنا أنا كان موقف لازم يتخذون. بعض الأوقات أنت في زاوية حرجة، في حالة تضاد وتناقض، لازم تتخذ موقف، إما إيه وإما لا، مو أنه تبقى على الحياة. في حالات الصدام ما بين الحق والباطل والخير والشر والإيمان والكفر، لا مجال للحياة. المحايد يعتبر مع الجبهة الأخرى، ما لنا والدخول بين السلاطين اللي قالوه، وهذه شائعة انتشرت في الكوفة حينما واجه عبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل المرسل من قبل الإمام الحسين الخليفة الشرعي الحقيقي سيد شباب أهل الجنة. هنا هذا الحياد صب في مصلحة عبيد الله بن زياد وفي مصلحة بني أمية، وهو الذي أدى إلى مقتل مسلم بن عقيل وفيما بعد مقتل الإمام الحسين. هنا ماكو مجال حياد. يقول رب العالمين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، انقلاب حقيقي في داخلكم ما صاير. أنتوا جماعة من بني أسد أجدبت الصحراء عليكم، جايين هنا وتتظاهرون بالدين، ما يخالف هالمقدار نعطيكم مصالحكم، أما تقولون إحنا مؤمنين لا. لما يدخل الإيمان بعد، بس في أمل. حينما نقول ولما يدخل، مثل ما أقول أنه فلان دا يجي، بس لما يدخل بعده يعني دا يجي، أكو أمل يجي يفتح الباب إلهم، في أمل. لأنه في آية أخرى رب العالمين أيضا يمدح الأعراب، قسم من الأعراب فعلا آمنوا وحسن إيمانهم وإسلامهم، وإن أطعتم الله ورسوله، إذا أطعتم الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إذا أطعتم صارت عندكم إطاعة، سمعنا بالقلب، لكن في ظاهر الأمور كنتم تطيعون الله ورسوله، إذا رب العالمين ما ينقص من ثوابكم، عفوا ما ينقص من أجركم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هنا رب العالمين وفي كثير من الآيات لما يذكر إطاعة الله فورا يجيب إطاعة الرسول، لأن إطاعة الرسول هي إطاعة الله. ما يصير إحنا نقول نطيع الله ونخلي توحيد الله في مقابل رسول الله، وإطاعة الرسول في مقابل إطاعة الأوصياء. أكو فتحالة عند إبليس الشيطان كثيرا ما يخدع بعض الناس، يجون يخلون الملائكة في مقابل الله، الأنبياء في مقابل رب العالمين، الأوصياء في مقابل النبي، الروايات في مقابل القرآن. عم الروايات هي بيان للقرآن، أنت شلون مخلي في مقابل آيات القرآن؟ ما أدري. لتبينه للناس. ما يمكن سنة النبي وأهل البيت نخليها في مقابل القرآن، فنحذف سنة النبي وأهل البيت على أساس نقول أنه شنطة من الروايات في مقابل آيتين. شو هاي شنطة من الروايات ضد الآيتين؟ شو خليتها في مقابل الآيتين؟ هذا شغل إبليس، طريقة إبليس. الملائكة يخليهم قدام الله، الأنبياء بعضهم قدام الله. ليش هالقد عندنا تأكيد في القرآن أنه يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك. لأن أحد أساليب إبليس هذه أن يجيب فرد حق يخليه في مقابل حق ثاني حتى يضرب ذاك الحق. فرد حق يريد يضربه ما يقدر يضرب بهالشكل، ما يقدر يقول كل هذه الروايات غلط، يقول هاي الروايات في مقابل القرآن، مو في مقابل القرآن. شغل النبي وشغل الأوصياء هو بيان ما في القرآن. حسبنا كتاب الله، مو صحيح، لأن القرآن يقول لتبينه، وإلا رب العالمين كان قادر ينزل القرآن نسخ نسخة في جيب كل واحد، بس ما يطلع برا يشوف القرآن جميل جدا بماء من ذهب مكتوب في جيبه. احنا ما عندنا كتاب بلا نبي، لكن عندنا أنبياء بلا كتب. النبي لازم يوضح هذه الآيات فيها متشابهات، هذه الآيات بحاجة إلى معرفة امتداداتها وأبعادها. فلذلك نحتاج إلى النبي، نحتاج إلى من يبين. على كل حال، الإيمان المجال مفتوح لكل الناس، إذا تطيعون الله الله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولا يلتكم، قلنا يعني ما ينقص، إن الله غفور رحيم. عندنا هنا بعض الروايات، جاء رجل إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، قال إن بالكوفة قوما يقولون مقالة ينسبونها إليك. أكو في الكوفة جماعة يقولون فرشي، يقولون أنت قايل، يتكلم على الإمام الباقر أبي جعفر سلام الله عليه. قال وما هي؟ شنو هذه المقالة؟ قال يقولون إن الإيمان غير الإسلام. فقال الإمام نعم، الإيمان غير الإسلام. فقال الرجل صفوني شلون؟ قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم. رسول الله وأقر بما جاء من عند الله فهو مسلم. فالواحد إجا قال أنا أشهد شهادتين وأيضا أقول نعم أكو آيات جاية من قبل الله. أما المؤمن ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام شهر رمضان وحج البيت ولم يلق الله بذنب أو عد عليه النار فهو مؤمن. المؤمن يختلف، هم يظهر الإسلام والشهادتين وهم يقر وهم يعمل، يأتي بالعبادات هذه من جهة، وأيضا يأتي الزكاة، يصوم شهر رمضان، يحج البيت، ولم يأتي بذنب أوعد الله عليه النار، يعني ما يرتكب ذنوب كبيرة. فالواحد هنا كان حاضر قال يا ابن رسول الله وأينا لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار؟ من عندنا ما مرتكب فرد كبيرة في حياته؟ يعني إحنا مو مؤمنين؟ فقال الإمام ليس حيث تذهب، إنما هو من لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار ولم يتب منه. إذا تاب إن الله غفور رحيم، إذا ما تاب نعم كان مصر على هذا الذنب، هذا طلع من دائرة الإيمان بقي في دائرة الإسلام. أيضا الإمام الباقر يقول لشخص اسمه سليمان بن خالد، قال يا سليمان أتدري من المسلم؟ قال جعلت فداك أنت أعلم. فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم هو اللي ما يؤذي أحد، لا بإيده يؤذي أحد لا بلسانه يؤذي أحد. زين، هذا المسلم. والمؤمن شلون؟ قال ثم قال أتدري من المؤمن؟ قال سليمان أنت أعلم. فقال إن المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم. هذه مرحلة متقدمة. المسلم هو اللي ما يأذي، ما يبوق، ما يسرق، ما يهين، ما يغتاب. المؤمن درجة أعلى، الناس يثقون به، يخلون أموالهم عنده، يأتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم. والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تعنته. ثم ضرب مثال
دار الإسلام ودار الكفر ودار الإيمان، ومثال المسجد الحرام والكعبة. على كل حال، قالت الأعراب آمنا. طبعا هذا الميزان لكل واحد منا أيضا، أنه يحاكم نفسه، يحاسب نفسه، يزن نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حقيقة في داخل قلوبنا إحنا مؤمنين بكل ما نظهر الإيمان به، ملتزمون بما يتطلبه الإيمان، مستعدون لتحمل المسؤولية إذا كان الإيمان يحملنا هذه المسؤولية في داخلنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن إذا تطيعون الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور.